الو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيفاش تمام يا احلى ناس. رجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير، مقطع صباحي لوز لوز. مثل ما انتم شايفين يا احلى ناس، نزلت سكن جديد لشخصيه محمد رمضان يا جميلين. اوكي، قبل ما ندخل على العجله يا شباب وشوف الحظ يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، وخلينا ندخل نشوف يا اساطير. يا شباب انا متعود يعني انا ما احرق، لازم هيك اسمع هيك الميوزك، الموزيكتنا المعروفه يا شباب، تبعت الحرق. اوكي يلا يا اساطير، خلينا ندخل على العجله نشوف حبايبي. يلا بس لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات. اوكي ليديز اند جنتلمان، تمام؟ اوكي شباب، طبعا الشباب انا عندنا حاجات الحظ. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب، هون على اليسار باين عليه شخصيه، ها شو باجين حزمه النجم مارو، تبعت يعني نفس الشيء تبعت مارو، هو باللعبه اسمه مارو بس، ولكن يعني فهمت علي حبيبي والله. اوكي انا هون شباب اختار مكافات المضمونه. طبعا شباب بالنسبه للمكافات طبعا مكتوب عندي هم مملوكه، شيء كثير حلو نعمل هيك لما يعني ما عندنا حل ثاني نحصل نعمل هيك عشان حبيبي والله فهمتني. نعمل تاكيد الخيار مجددا، لا تاكيد تاكيد معلم، هات نشوف روح يطلع لنا. اوكي لفت متبقي الحصول على المكافاه المضمونه 6. طب انا الشيء ما يفهمه له بهذا الحدث الشباب، يعني عن جد من مو حدث خايس بس واحد من الاحداث الخايسه يا شباب، فهمتوا علي كيف؟ يعني الشيء مضمون، مو لازم يكون بيت محمد رمضان السكيل تبع محمد رمضان شباب ولا كيف؟ انا والله ما يفهم هالشيء. اربح الجائزه الكبرى مضمون اوكي والله ما فهمت، يعني لازم يحط اوكي. يلا خيرك يا شباب، ما ندخل بألف حيط لهيك شباب، حاسس انا عم بدخل بألف حيط، لازم اخذ شويه من انرجي قهوه حبيبي والله، هذاك وضع لوس. يلا ليتس جو. اول لفه شباب لعيون اللي عم نشوف الان، صندوق بيستون، وات از ذيس؟ وات از ذيس بيستون شباب؟ اوكي لفه الثانيه لنشوف. لا يا شباب لا 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 لا، انا هذا الشيء يعني لاحظت، ما بعرف اذا لاحظتوا شيء عند الحدث هذا، يعني اول لفه عاملين لي اياها بنص حسم 50%، يعني كانت الضربه ب 8 عاملين لي اياها 4. طب ما تعملوا لك كلياتهم يخرب بيت سنتك منك له حبيبي والله. ليتس جو. طبعا شباب يعني انا يعني انا فاقد الامل، بقول لكم اياها بكل صراحه، انا بهالاحداث فاقد الامل، لما يكون يعني مو قصه فاقد الامل، يعني هيك احداث على الخليل افضل من الثانيين شباب. في احداث ما هي العجله، هي العجله بكرهها كثير حبايبي، بس بينما هلا هذيك بفقد الامل اكثر يعني، بينما هي فقد الامل مو فقد الامل، يعني بعرف انه خلص في نهايه، في نهايه يعني في نهايه، بنعرف انه رح نحصل على الحبيبي والله السكين. يلا 150 بس، هاي ما شفنا اللفات شباب كم لفه. النعامه، النعامه مو هيك؟ رقصه النعامه شباب، هي سموا لي اياها رقصه النعامه حبيبي والله، رقصه النعامه. طبعا مكتوب هنا عندنا، مكتوب هنا شباب مكتوب كل اللفات لازم يكون كاتبينه. اوكي مو مكتوب على كل لفه، اوكي هي على صار يعني معناتها اكيد الاخيره راح تكون ب 1000 هيك شيء، ايه مثل ما قلت لكم شباب. يعني شو هي سيده الحرب حبيبي والله. اوبا وات، لا 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 شباب ليك دخيل الله وات، والله انا متفاجئ اقسم بالله شباب، اليوم الحظ ابوس روحك يا محمد رمضان، هاي خذ لك بوسه معلم حبيبي والله. شوفوا لاحظتوا لا يعني يعني حصلت على السكين شباب، حصلت على السكين شباب. يعني انا صاير معي صدمه اخيره شباب، نشرب شفت قهوه ثانيه، صار معي صدمة كبيرة. الحصول ها في شيء تحت شباب، أربع قسيمات كمان. اليوم الوضع لوز شباب، اليوم الصراحة ما بعرف، أنا صراحة ما بعرف، أنا متفاجئ، أنا متفاجئ شباب، هاي صارت ثاني مرة بتصير معي هيك أشياء شباب، ما بعرف إذا شفتوا مرة ولا هيك ولا حبيبي والله فهمتوا علي، هاي صارت ثاني مرة. واو بدأ الحظ يبتسم لي يا للروعة. يا بوي. اوكي شباب طبعا بالنسبة لهي شباب انا الصراحة يعني يعني شو بداخلكم حبايبي، يعني انا بالنسبة للثلاجة ولا ما اعرف شو اسمه معلم الهي هذاك ولا هذاك المارك، شو اسمه معلم، شو اسمه حاطينه
لو حد رقبوا الأموال طبعا شباب عندي هي دائما بستعمل هي يعني هي تبيت يعني شباب نو كومنت يعني تبيت الفاير باس القديمة دائما بحط هي وما يعني ما بغيرها مثلا بتعرف كيف. أوكي ليتز أند جنتلمان الآن حان وقت ندخل لشخصية محمد رمضان شباب الباقة الباقة والله غير شكله غير والله حبيبي والله معلم. شوفولي شوفولي تشكيت تشكيت شي باللوز تو نعمل زوم تشكيت شباب لا يا اخي ما بدنا نشوف شوف والله هون شي مرتب حتى الـ حتى الـ الـ النظارات كمان شي مرتب وحتى الشعرات حلو 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 حلو. طبعا شباب لنشوف لا بدنا نشوف هذا الشيء تمام طوروا بالك لازم نشوف هذا الشيء لازم 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 ندخل لا يعني نلبس الشخصية بشخصية مارو. وين شخصية مارو شباب؟ حط شخصية مارو يا اساطير وين 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 مارو المخالب الحادة تقطع ايوه يعني عيون يعني عيون النسر عيون حبيبي ولا ها شايفين كباب الشيف كيف صار الوضع الان؟ الوضع الان صار باللوز نجم مارو والرأسه شايفين معي كيف شباب كيف اختلف الوضع؟ ايش مرتب؟ وحلت السماء للبحث عن الفريسة ناخذ لهم حط هاي حتى هيمن حتى الشخصية اللي من حتى دايم خير حتى ماكسيم يلا قول عيون النسر عيون النسر عيون النسر عيون النسر عيون النسر, عيون النسر. يلا يا نسر خلينا ندخل نجرب شوف السكن بال بال بالقريب شباب اوكي ليتس جو مثل كل مرة شباب نشوف السكن وشون يعني بس بقول لك هذا السلاح شباب السلاح يا زلمة أكبر من من اللاعب كله على بعضه طبعا شباب أنا الحذاء اوكي اتس اوكي ماشي وشي اوكي بس كانه حاسس وين ليش حاسس لاعب قصير هون يا شباب كيف هي والله حاسس لاعب قصير هون اوكي معناتها في شيء خطا مش لوزر اوكي شباب هذه الشخصيه شباب الحلوين هي مو شخصيه ليش عم بقول شخصيه شباب ليش عم بقول الشخصيه السكن السكن شباب هذا هو السكن حبايبي مثل ما انتم شايفين عنا تشكيلات القلادات والمقلات والمكتب شو مكتبوني تبوني توب أوب تم والله ما أعرف شباب حبيبي والله السروال يعني شباب يعني كل شيء من محمد رمضان شيء باللوز يعني حبيبي والله أوكي خلينا ندخل نشوف اللعب كيف راح يكون كيف راح يتشتت هيك من الصبح حبيبي يا معلم علوبي معلم تعال يا جماعه تعال 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 حبيبي تعال 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 افرجيك الحبيب والله تعال تعال وينه يا بوي اخذنا الثلجات شباب حبيبي والله الوك 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 علق علق بلعب له بلعب له تعالوا نيجي تعالوا تعالوا احفرجيكم شي شغله حلوه يا شباب مالك فعلا بتلعب تبع المنشط تبع المنشط ولا الدنيا كفو عليك استوره سنتوره حبيبي والله اوكي شباب طبعا شباب انا يعني بسيت يعني انه انا بحب دائما اجرب السكنات كلياتهم على راس ساكورا يا اساطير اوكي عيون النسر عيون النسر معلم ليك شباب خلينا نتجه نحط راس ساكورا اوكي حطينا راس ساكورا شباب الحلوين ونحط السكن الحذاء الفاير باس الثاني ليديز اند جنتلمان قول لي والله طالع حلو كمان عيون الناس اوكي شباب هي التشكيله شباب اليوم راح نشوفها على البس مباشره راح نلعب هذا السكين اليوم على البس حبايبي ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير بس ولكن هيك حابب هيك عيون الناس هيك بشكل سريع هيك ندخل نشوف كيف اللعب براسه كوره والحذاء شباب طبعا انا دائما شباب ما بتلاحظوا على البس مباشر دائما بحط راسه كوره والحذاء الفاير باس ثاني هدول يعني ما يطلعوا من الـ من الـ من الـ من الـ ما اغسلهم من الاخر حبيبي والله اوكي شباب هيك السكن راح نشوفه ان شاء الله مسويات على البث مباشر على الفيسبوك يا اساطير تعالوا على الفيسبوك حبايبنا جنوا نطوا اوكي
نشوفكم على خير حبايبنا، ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم. لا تنسونا باللايكات والاشتراكات، واللي مش مشترك يشترك، والوصول اللي وصل لهذه اللحظة اذا مش مشترك حبيبي يشترك، وانزل شوية تحت حطنا زر اللايك، ونشوفكم يا اساطير بفيديوهات جديدة.